نوفمبر 19 بيبر 1 فارينت 1 السؤال 37، سؤال من أبسط ما تتخيل، يعني أي طالب عارف شوية ساينس هيعرف يجاوبه. بيقول لي which diagram shows a possible structure of a neutral atom؟ مبدئيا يا جماعة من الواضح إن دي غلط، لأن مفيش بروتون بيلف في الإنرجي ليفلز ومفيش نيوترون بيلف في الإنرجي ليفلز، فدي غلط ودي غلط. تمام، الأصح يا جماعة إن في إلكترونز بتلف في الإنرجي ليفلز برا وفي جوه في النيوكليوس بروتونز ونيوترونز. إذن أصح إجابة هتكون هي الفقرة A، دي إجابة هذا السؤال. وركز إن هو قال نيوترال أتوم، نيوترال أتوم دي إجابة هذا السؤال. طبعا B غلط وC غلط ودي غلط.